بس اول سؤال عن كيكي. كيف كيكي؟ كيكي اللي هي كلبتي الصغيره الميني شيواوا. السلطانه كيكي اديب، معنا عزبك بس تعطينا السلطانه كيكي لنشوفها. يلا اديب، رح تموت الكلبه بين ايديك يا حياتي. يي 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 قولي بونسوار لعمو عادل، قولي له بونسوار. هلا هي زعلانه منك. ليه؟ لانه سالتها سؤال مره ليارا عن يوركي، مين اقوى يوركي ولا هي؟ سمعتك اخذت موقف منها. بس شو بده يعمل يوركي قدامها؟ ماشي بتاكله. ما سماويه هي كمان. فيني ما لحسها ولا بتعض؟ هلا هي اذا بدها تنشك بتنشك لانه بتغار علي. ايه طيب هاي لك عم ترجف سلطانة كيكي سميتيها؟ ايه. ليه سلطانة؟ انه بحسها هيك انه اسم. لا ولك مين ما كان بيقولوا له سلطان وسلطانة. ايه قلت انا هات لنسمي السلطانة نحن كمان. مش غلط. ايه هيدا ما حدا عايت عليها. هيدا لبسته هيدا شو انت مخيطتيه ولا كيف؟ ليك وقتها جيبوا لي اياها كانت هيك قد الفارغ. اوكي؟ ايه برمت لها لبنان لجيب لها تياب لانه هي كثير بتبرد لانه ما فيها وبر. الشيواوا ما عندهم وبر، ما كنت لاقي لها. اضطريت اتعلم التريكو واعمل لها فساتين. ليك الفساتين يعني مش معقولين فساتين. تاني ميل تاني ميل تاني ميل. هذا كله شغلك نواف؟ شغلي. ليك هي معظمها. ليه ما بتفتحي لاين للكلاب؟ مش عم بمزح. ايه لا انه شغلك نظيف وتمام وكل قطبه حد اختها يعني بركي. ليه ما بتعملي لنا شيء ليوركي؟ والبقوه مغنجين مثلها ولا لا؟ لا يا ايه يا حياتي. هلا شو معقول تخفى مثلا او شو بتحس؟ ايه هلا هي مبسوطة. مبسوطة؟ ايه عم طيب. عادل قبالها ونوال حدا. طيب إذا بدنا هلا كيف بدنا نعمل؟ لأنه بدنا نغني مدلي، كيف بدنا نستأذن منها حتى نغني المدلي؟ بدنا أديب. عمو أديب قرب. عمالك عمالك هلا إذا نتشتك حياتي. ايه كوكي في عضة. ها خدها كوكي. اول الفانز غني لها. مين حبيبي انا؟ هول بيعملوا لك لايكات. هلا اذا نتشتك كوكي. باي كوكي. مايسترو حضرنا مدلي لنوال. يلا بيلبق لك. يلا لكن نوال بدنا نسمع مدلي. اعملي مايسترو.
to go.